الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جديد مع مباريات الكرة الطايرة ودوري الكرة الطايرة رجال الممتاز ألف. النادي الأهلي يلتقي مع نادي سبورتنج في الجولة السادسة في الدور الثاني في دوري الكرة الطايرة الممتاز ألف، ما بين فريقي الأهلي وسبورتنج بصالة الأمير عبدالله الفيصل بفرع النادي الأهلي بالجزيرة. ونرقل لحضراتكم ومعكم الدكتور مروان صالح لنتابع معا أحداث مباراة النادي الأهلي، وهيكون على إيدك اليمين نادي سموحة بزي الأخضر والشورت الأسود، والنادي الأهلي بزي المعتاد الأحمر والشورت الأسود على إيدك اليسار. وهنتكلم عن تشكيل الفريقين، ويدير هذا اللقاء حكم أول كابتن مي محمود حسني، والحكم الثاني أعتقد إبراهيم زقزوق. وعلى إيدك اليمين، وهنقول التشكيل لحضراتكم، تشكيل نادي الأهلي، هنقول لحضراتكم تشكيل النادي الأهلي أمام حضراتكم. على إيدك اليسار المحترف الكوبي ويندر اللي هو ليبرو الفريق رقم 11، وادي فريق النادي الأهلي رقم 3 عبد الحليم عبو، رقم 9 محمد عثران، رقم 4 الكابتن أحمد صلاح كابتن الفريق، ورقم 16 رقم 12 محمد حسام يوسف معد الفريق. أهو أمام حضراتكم كرة خارج الملعب وإرسال ضايع من استقبال وخارج الملعب، ونقطة الأولى لنادي سموحة. ورقم 11 من نادي الأهلي المحترف الكوبي أون ويندر، ونادي سموحة نادي سبورتنج على إيدك اليمين بزيه الأخضر. وهنقول تشكيل نادي سبورتنج، طبعا بيقود الفريق فنيا الكابتن طارق الزفتاوي مدير فني. وهنقول لحضراتكم الجهاز، نتكلم عن تشكيل الفريقين، وهذه هي الجولة السادسة في الدور الثاني لدوري الكرة الطايرة الممتاز ألف. ودي إرسال، ودي محاولة من أحمد صلاح بالضرب بالذراع الأيسر، وحائط صد من نادي سبورتنج. مرة تانية من محمد عصران بيجي من ورا وبيضرب كرة كده، يا عيني لا أحلى ولا أروع من كده، وبيجيب نقطة التعادل. الأهلي 1 سبورتنج 1. عبد الحليم عبو على الإرسال. الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة فرناندو بنتيز المدير الفني الأسباني، ويعاونه محمد السيد ومحمد حسيني. ودي إرسال من عبد الحليم عبو، استقبال سبورتنج وضربة ساحقة، ومحاولة مرة تانية من النادي الأهلي، وإعداد خلفي من حسام يوسف وضربة ساحقة، ومرة تانية محاولات من نادي سموحة. وواضح إن احنا هنشوف مباراة قوية بين الفريقين، وضربة ساحقة من محمد عصران وبتيجي في حائط الصد وبتخرج بره الملعب. والنقطة الثانية للنادي الأهلي، 2 الأهلي 1 سبورتنج في الشوط الأول مباراة الكرة الطايرة الممتاز ألف رجال بالجولة الستة في الدور الثاني للدوري الممتاز ألف. الأهلي متصدر مجموعته وصعد إلى الدور التالي أو التصفيات الثانية إن شاء الله اللي هتكون قريبا وهيتعمل لها قرعة. وادي نقطة التعادل لنادي سبورتنج. الإرسال مع النادي سبورتنج، هنقول رقم 1 عبد الرحمن فوزي، هنقول تشكيل رقم 4 عمر صالح، رقم 13 نور الدين خالد عبد الهادي ده معد الفريق. مرة تانية النادي الأهلي وحسام يوسف بيرفع كده كورة قوية ل لاعب النادي الأهلي في مركز 3 عبد الرحمن رقم 15 عبد الرحمن سعودي، وبيضرب من مركز 3 وبيجيب النقطة الثالثة ويتقدم النادي الأهلي 3. وادي رقم 18 المحترف الأمريكي جرايت المحترف الأمريكي رقم 18، طبعا أول مباراة ليه، ومنزله الكابتن فرناندو المدير الفني الأسباني عشان طبعا يكون يعمل له حقل تجارب واحتكاك قوي ليكون جاهز للمباريات القادمة الأدوار قبل النهائية والنهاية. الإرسال مع أحمد صلاح كابتن الفريق، إرسال من أعلى، استقبال إعداد من نادي سبورتنج وضربة ساحقة وحائط صد من زوجي من النادي الأهلي عبد الرحمن سعودي والمحترف الأمريكي جرايت.
والنقطة الرابعة ويتقدم النادي الأهلي 4-2 لنادي سبورتينج دبل سكور. وعلى الإرسال أحمد صلاح كلاكيت تاني مرة. أحمد صلاح هيلعب إرسال من أعلى، إرسال خارج الملعب يا أبو صلاح. مش عايزين الإرسالات القوية ولا الإرسالات الضعيفة، احنا عايزين الإرسالات اللي هي تصعب هجوم أو مهمة المنافس في استقبال الإرسال. وادي جماهير النادي الأهلي أمام حضراتكم جاية تشجع فريقها بقوة وبتشجيع مثالي، وبتشجع النادي الأهلي في كل الألعاب. وادي مرة تانية حسام يوسف وبيرفع لجارد، وهلا بتيجي في حائط الصد وتنزل ملعب النادي الأهلي، وتبقى نقطة لنادي سموحة النقطة الرابعة، ويتعادل سموحة 4-4. ورايع الإرسال رقم 21 محمد خالد عبد المنيس بيلعب في مركز 3 من نادي سبورتينج. سبورتينج على الإرسال، هيلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد حسام يوسف، وبيضرب جارد المحترف الأمريكي وبيجيب النقطة الخامسة، ويتقدم الأهلي 5 وسبورتينج 4. وبعد كده في 2 محترفين من النادي الأهلي، الويندر اللي هو الكوبي، المحترف الكوبي اللي هو الإرسال مع جاريت المحترف الأمريكي، هيلعب إرسال من أعلى مع الوزب، استقبال كده من نادي سبورتينج، وإعداد ومحاولة كده لحط الصد الأهلاوي الزوجي من عبد الرحمن سعودي وحسام يوسف، ولكن خارج الملعب، ونقطة التعادل لنادي سبورتينج أمام حضراتكم. الإرسال مع نادي سبورتينج، الإرسال من أعلى، الحكم الثاني بيشاور الحكم الأول بإيديه الاثنين، يعني الأمور مستقرة، ويلعب الإرسال. دي إشارة للحكم الأول إن هو يلعب الإرسال أو يصفر على الإرسال. استقبال إعداد ومحاولة من أحمد صلاح، لعب الكرة إيزي كده فوق حائط الصد، ومحاولة مرة تانية وحائط صد. المهم في حائط الصد والإرسال دائما التغطية على الضارب والتغطية على حائط الصد عشان الكرة ما تسببش نقطة علينا. وادي نقطة للنادي الأهلي، النقطة الستة، 6 الأهلي 5 سبورتينج. وعلى الإرسال عبد الرحمن سعودي رايح رقم 15، نازل هو عبد الحليم عبو، ده البديل أو كروس مع ويندر اللي هو المحترف الكوبي الليبرو الفريق. طبعا لما تيجي اللفة تطلع في المنطقة الهجومية، طبعا كلنا عارفين ان الليبرو ما يقدرش يلعب او وهو في المنطقة الهجومية ويطلع في المنطقة الهجومية. محاولة مرة تانية من نادي سبورتينج، وإعداد ومحاولة من محمد عصران، بيلعب الكرة كده من فوق حائط الصد وبيجيب النقطة السابعة، ويتقدم النادي الأهلي 7-5 لسبورتينج. أهو لعبها جارد رقم 18 المحترف الأمريكي، ومعصران لعبها كده فوق حائط الصد أو اخترقت حائط الصد ونزلت أرض الملعب لفريق سبورتينج. 7 الأهلي 5 سبورتينج. وعلى إرسال عبد الرحمن سعودي، بيلعب إرسال من أعلى، استقبال سبورتينج، وبيحاول كده وبيرجع الكرة عصران بإيديه الاثنين وبيجيب نقطة كده، يا بيقول يا أنا أهو عصران، محمد عصران أهو، بص طالع إزاي، رجع الكرة وجت في ملعب نادي سبورتينج، ونقطة للنادي الأهلي والنقطة الثامنة، ويزداد الفارق إلى 3 نقاط لصالح النادي الأهلي. الأهلي 8-5 سبورتينج. اللي لسه جاي قدام شاشة قناة النادي الأهلي مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبورتينج في الجولة الستة في الدور الثاني للكرة الطائرة لدوري الكرة الطائرة رجال الممتاز ألف. وإعداد من جاريت الأمريكي، وضربة ساحقة من عصران، ومحاولة ودفاع كده من نادي سبورتينج ما قدرش يلعبها، وكان في يعني 2 بيتعزموا على الكرة، ولكن نقطة للنادي الأهلي. أهو عصران شايط، شوف معانا واحد أهي الليبرو رقم 5 لعب الكرة، محدش دخل من 1 و11 واقفين يتفرجوا، عبد العظيم محمد وعبد الرحمن فوزي، والليبرو رقم 5 عبد الرحمن محمد السيد. ونقطة للنادي الأهلي النقطة التاسعة، ويزداد فارق الأهلي إلى 4 نقاط، تيجي في حائط الصد الأهلاوي تخرج برة وتبقى نقطة، وينتقل إرسال إلى نادي سبورتينج. سبورتينج على الإرسال رقم 11
عبد العظيم محمد عبد العظيم رقم 11 هيلعب ارسال من اعلى نادي سبورتنج، لاعب نادي سبورتنج بيلعب في مركز اربعات وبخارج الملعب اهو ارسال خارج الملعب، والنقطه العشرة للنادي الاهلي، 10 الاهلي 6 سبورتنج، ورايح على الارسال حسام يوسف معد الفريق، طبعا عبد الله عبد السلام ما بيلعبش، معد الفريق وكابتن الفريق، وده حسام يوسف مكانه، وارسال قوي استقبال ليبرو عبد الرحمن رقم 5، اعداد مره ثانيه حسام يوسف، وبعصران برضو بيلعبها بايدين الاثنين مره ثانيه صوابع، واحمد صلاح بيشوط كده من مركز 2 ومحاوله مره ثانيه ودفاع عن الملعب من ويندر وجارت، وعفوا رقم 1 من نادي سبورتنج بيلعب الكره وبيستغل الظروف اهو طالع امام حضراتكم على الشبكه وهنشوفها، بيلعبها بذراعه الايسر رقم 1 عبد الرحمن فوزي اهو، وبيجيب منها نقطه النقطه السابعه لنادي سبورت. في كلام كده مع المدرب الثاني عشان يغيروا الكوره، الكوره بيطلب تغييرها كابتن عبد الرحمن فوزي رقم 1 رقم 1 هيلعب الارسال، عبد الرحمن سعيد رقم 2 سوري اهو بيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد حسام يوسف وضربه ساحقه من عبد الحليم عبو، ونقطه ال 11 للنادي الاهلي، 11 الاهلي 7 سبورتنج، اهو عبد الحليم طالع يعني خطوات وارتقاء وضرب من فوق الشبكه ومن فوق حائط الصد يعني مثاليه، ضربه ساحقه مثاليه من عبد الحليم عب. رقم 9 على الارسال محمد عصران، 11 الاهلي سبورتنج 7 خارج الملعب ونقطه لنادي سبورتنج، وشاكين ان هي فيها تاتش من احد لاعبي سبورتنج. رقم 13 على الارسال من نادي سبورتنج نور الدين خالد عبد الهادي معد الفريق، هيلعب ارسال من اعلى 8 سبورتنج 11 النادي الاهلي، استقبال حسام يوسف واعداد وضربه خلفيه كده من عبد الحليم عب، واعداد خلفي من حسام يوسف بتبقى سريع في مركز 3 اهي، بص عدها له سريع وطلع وضرب من مركز 3 وجاب نقطه 12 للنادي الاهلي، 12 الاهلي 8 سبورتنج، وعلى الارسال عبد الحليم عبو ارسال من اعلى استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه وضربه ساحقه ومحاوله وضربه من النادي الاهلي، وبرده مره ثانيه النادي سبورتنج بيحاول والكره سجال ما بين الفريقين، ومحاوله مره ثانيه ولكن خارج الملعب من رقم 11 من نادي سبورتنج عبد العظيم محمد عبد العظيم، ونقطه للنادي الاهلي. اهي شفناها في الاعاده مره ثانيه ونقطه، وقت مستقطع اكيد طلبه الكابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لنادي سبورتنج، وبيعاونه عمرو رشاد وابراهيم محمد مدرب ومدرب مساعد، وحكيم انور مدير اداري، وباسم سعيد مخطط احمال، والدكتور احمد سابق طبيب، والدكتور احمد عبد الحليم تاهيل واصابات. اما تشكيل النادي الاهلي او تشكيل الجهاز الفني او اسماء الجهاز الفني، كابتن فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني بيعاونه محمد السيد ومحمد الحسيني مدرب عام ومدرب، عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، احمد محمد اسامه اداري، اسامه ابو زينه محلل تقني، شادي فهيب محلل تقني، شريف محمد صلاح مدرب لياقه، ايهاب فخر الدين طبيب، اثر محمد كمال اخصائي علاج طبيعي، اسامه ابراهيم اخصائي تاهيل، محمد شهير الدين مدرب. والارسال مع النادي الاهلي والنتيجه 13 الاهلي 8 سبورتنج، وعلى الارسال ما زال على الارسال عبد الحليم عبو، عبد الحليم عبو هيلعب ارسال، كابتن حسام يوسف معد النادي الاهلي بيستفسر من حكم اللقاء كابتن مشير مفتاح،
والإرسال مع النادي الأهلي منتظرين تسجيل الحكم الثاني، أكيد بيتابع المسجل في حاجة، مستنيين هو القرار. الإرسال مع النادي الأهلي، حليم عبو، انتهى الكلام خلاص. الإرسال مع حليم عبو، استقبال النادي سبورتينج، إعداد وضربة ساحقة ومحاولة ولكن خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 14 الأهلي، 8 سبورتينج. مباراة الكرة الطايرة اللي لسه جاي قدام شاشات قناة النادي الأهلي، الأهلي وسبورتينج في الجولة السادسة في الدور الثاني في دوري الكرة الطايرة الممتاز ألف رجال. وعبد الحليم عبو بيلعب إرسال قوي، والأهلي متقدم 14-8 ومحاولة وضربة ساحقة ولكن تيجي في ملعب النادي الأهلي من فريق سبورتينج وتبقى النقطة التاسعة. أهو طالع وضارب رقم 4 بذراعه الأيسر بيجيب النقطة رقم 9. على إرسال رقم 1 عبد الرحمن فوزي، استقبال النادي الأهلي ويندر، أحمد صلاح بيعد هناك لمركز 4 للمحترف الأمريكي جاريت، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 15 الأهلي. أهو طالع وضارب، جت في حائط الصد ورجعت خارج ملعب النادي الأهلي، وكان طاير عليها أو بيجري عليها أو كان حاول بيعمل تغطية على الضارب محمد عصران، ولكن خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. وأحمد صلاح على الإرسال، كابتن الأهلي بيلعب ذراعه الأيسر، إرسال قوي، استقبال 5 ومحاولة من فريق نادي سبورتينج لتعدية الكرة، بيعلي الكرة عشان تعدي، محاولة حسام يوسف وضربة خلفية من محمد عصران. يا ولد يا عصران، عصران بيجيب النقطة 16، ضربة كده نموذجية وإعداد من مركز 2 وضرب خلفي، وهو بص ورايح وجاري واخد خطوات الارتقاء والضرب وإيه وعدى الكورة. وادي جماهير النادي الأهلي وعلم النادي الأهلي أهو، الجماهير بتحيي فريق النادي الأهلي في كل الألعاب ومتواجدة في كل الصالات. 16 الأهلي، 9 سبورتينج. أحمد صلاح على الإرسال، بياخد نفس وبيضرب، بيلعب إرسال خارج الملعب، الحكم بيشوف، مفتاح بتشوف المراقب الخط، وفعلا خارج الملعب. في اعتراض من اللاعبين، من لاعبي النادي الأهلي اهو، احمد صلاح وحسام يوسف، والارسال مع نادي سبورتينج. 10 سبورتينج، 16 الأهلي، هيلعب الارسال رقم 21 من نادي سبورتينج محمد خالد، وضربة ساحقة قوية من أحمد صلاح بذراعه الأيسر من مركز 2، هنشوفها مرة تانية في الإعادة. أهو إعداد خلفي من حسام يوسف وطالع، يا ولد يا أحمد يا صلاح، وبيجيب النقطة 17، ويتقدم النادي الأهلي ويتسع الفارق إلى 7 نقاط. جرايت على إرسال المحترف الأمريكي رقم 18 بيلعب إرسال قوي، يا عصراني يا مستار، بيصطاد كده في، بيصطاد الكرة وهي طالعة فوق الشبكة ويضرب على طول، اهي جايه له، بص بص ترقب وطلع وضرب الكرة واصطادها كده بلغة الصيادين، اصطاد الكرة من منطقة صعبة. كرايت على ارسال رقم 18 بيلعب ارسال قوي، استقبال ومحاولة من رقم 1 عبد الرحمن فوزي مرة تانية، وضرب خارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي من رقم 4 عمر صالح. عمر صالح شايد بذراعه الايسر وخارج الملعب، اهو طالع نقطة 19 الاهلي، 10 سبورتينج، ووقت مستقطع اكيد طلبه كابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لنادي سبورتينج. وادي النادي الاهلي فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي، وقت مستقطع مدته 30 ثانية. بقى عندنا بعد المكان في 6 أوقات مستقطعة في الشوط، كان كل مدير فني 2، وكان 2
وقت مستقطع اللي هم الوقت مستقطع الفني من المباراه كان عند النقطه 8 ونقطه 16، ولكن ده اتلغوا لسرعه او تشويق الكوره بعد بطوله العالم اللي فاتت. وهذه ارسال من جرايت المحترف الامريكي، وبتيجي في الشبكه وتنزل ملعب سبورتنج مره ثانيه ومحاوله، ولكن المره دي بقى جه اصطادها هي اللي صادته وطلعت بره، ونقطه لنادي سبورتنج. معلش يا ابو عصران، هي جت في ايده وكان زاويه الصد ما كانتش مظبوطه، فالكره مفروض ان انا بقفل زاويه الصد عشان تنزل ملعب المنافس، ولكن كانت ايديه مفتوحه سنه فخرجت بره الملعب، والنقطه 20 للنادي الاهلي. ارسال ضايع من نادي سبورتنج. الارسال مع النادي الاهلي، ادي ويندر طالع اهو، الكوبي المحترف رقم 11 الليبرو، ونزل عبد الحليم عب الكروس بتاعه 3، وعلى الارسال عبد الرحمن سعودي رقم 15 يلعب ارسال من اعلى. عبد الرحمن بيلعب ارسال قوي، استقبال نادي سبورتنج، ومره ثانيه ومحاوله وخارج الملعب، والنقطه 21. والنقطه 20 21 21 الاهلي 11 سبورتنج. اهو طالع وضارب، بص فوق وخرجت بره الملعب، ونقطه للنادي الاهلي. عبد الرحمن سعودي على الارسال مره ثانيه، 21 الاهلي 11 سبورتنج. ارسال من اعلى بيلعبه عبد الرحمن كده، باستقبال من عبد الرحمن برضه فاول عبد الرحمن اللي هو الليبرو الفريق. نقطة لنادي سبورتنج 12، ومحاولة كده والنقطة يعني صعبة جدا. 12 سبورتنج 21 الأهلي. الإرسال مع نادي سبورتنج، استقبال من أعلى، وحسام يوسف ويا ولد جرايت بيضرب من أعلى نقطة وبيجيب النقطة 22، المحترف الأمريكي جرايت موجو توتي توتي بيجيب النقطة 22، اهو ضربة ساحقة منه. على ارسال حسام يوسف بيلعب ارسال من اعلى، استقبال مرة تانية سبورتنج، وحائط الصد وتنزل ملعب سبورتنج، وتبقى النقطة 23. 23 الاهلي 12 سبورتنج. مباراة الكرة الطايرة اللي قرب الشوط الاول على انتهاء لصالح النادي الاهلي. وعلى ارسال حسام يوسف رقم 12، ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله مره تانية لسبورتنج، وادي خارج الملعب، هي فيها تاتش ولكن هي الحكم حسبتها خارج الملعب، والمراقب شاور عليها تاتش، والحكم هي طبعا القرار الاخير المدير الفني بيبص للمراقب الخطي ويقول له انت بتحسبها ليه تاتش. 24 الاهلي 12 سبورتنج، والشوط الاول مباراه الكره الطايره بين الاهلي وسبورتنج. وحسام يوسف على الارسال، استقبال اعداد مرة تانية وضرب ساحق خارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي، ويفوز النادي الاهلي بالشوط الاول 25-12 في مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الاهلي وسبورتنج. ونروح لراحة ما بين الشوطين الاول والثاني، ونرجع لحضراتكم مرة تانية باذن الله. مع حضراتكم في الشوط الثاني مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبورتنج في الجولة السادسة للدوري الممتاز ألف رجال، وبنقول لحضراتكم إنه بيتلعب في هذا التوقيت في مباريات تانية، المجموعة الأولى والمجموعة التانية. الأهلي طبعاً متصدر مجموعته الأولى وصعد إلى الأدوار التالية إن شاء الله. النادي الأهلي يحيى أهو بيلعب مع سبورتنج، بتروجيت مع القناة، وترسانة مع سموحة. الاهلي تاهل رسميا من ضمن اللعب من 1-8 ان شاء الله، وسبورتنج تاني المجموعه. الاهلي 27 نقطه، بعد هذا اللقاء لو فاز هيبقى 30 نقطه، سبورتنج 20 نقطه. سموحه بيلعب دلوقتي برضو مع فريق الترسانه، طبعا اكيد لو فاز هيبقى الثالث، هيصعد من كل مجموعه اربعه. المجموعه الثانيه دي اللي فيها الاهلي ست فرق هيصعد منها اربعه. المجموعه الاولى اللي فيها الزمالك بيلعب مع الاتحاد، الطيران مع الجيش، الداخليه مع ايستر كومباني، والزمالك الاول، الاتحاد الثاني، الجيش الثالث، الطيران الرابع.
ونتائج الماتشات اليوم هتحسم صعود 4 فرق من كل مجموعه للتاهل رسميا للعب من بتحديد الاول من الاول حتى الثامن بنظام البلاي اوف ان شاء الله. وهيتعمل اكيد اجتماع لمندوبي الفرق. ادي الشوط الاول على ايدك اليمين النادي الاهلي بزيه الاحمر، وادي نقطه للنادي الاهلي في الشوط الثاني في مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي ونادي سبورتنج المقامة بسيارة الأمير عبدالله الفيصل بفرع الأهلي بالجزيرة. والنقطة الأولى وادي على الإرسال محمد عصران رقم 9، عصران هيلعب الإرسال من أعلى، استقبال خارج الملعب يا عصران ما تبقاش تلعبها قوية قوي، يبقى هنا التعادل. والإرسال مع نادي سبورتنج رقم 13 على الإرسال، لاعب نادي سبورتنج رقم 13 اللي هو نور الدين خالد اللي هو معد الفريق خارج الملعب. والنقطة الثانية للنادي الأهلي والأهلي ونادي سبورتنج بزيه الأخضر والشورت الأزرق الخاتم. وأدي النادي الأهلي على الإرسال عبد الحليم عبو، بيلعب في ثلاثات، لاعب قديم وخبرة وإرسالاته قوية، يلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي سبورتنج 13 اعداد نور الدين عبد الهادي ومحاوله من النادي الاهلي لارجاع الكره عن طريق حائط الصد. مره ثانيه حسام يوسف ضربه ساحقه من عبد الحليم، وادي جماهير النادي الاهلي اللي هي بتشجع اللعيبه وبتقادر اللعيبه، اسلوب يليق بالنادي الاهلي وجماهيره. ادي اهو عبد الرحمن سعودي بيضرب من مركز 3 وبيجيب النقطة الثالثة للنادي الأهلي. عبد الحليم عبو على الإرسال، استقبال مرة ثانية وضربة ساحقة بالذراع الأيسر، ولكن بتيجي في لاعب وتبقى نقطة للنادي النادي سبورتنج. وينتقل الإرسال للنادي سبورتنج أهو رقم 13 نور الدين عبد الهادي، وأدي طالع رقم من نادي سبورتنج اللي بيلعب بذراعه الأيسر رقم 21 محمد خالد. محاولة مرة تانية من نادي سبورتنج وفعلا جاب النقطة التانية، حكم شاور على الكورة في اعتراض من اهو بيقول اوت، بيقول المدير الفني الاسباني فرناندو بيقول الكورة اوت، هتديله انذار او هتديله حاجة، اهو فعلا ادت لفت نظر. اثنين سبورتنج 3 النادي الاهلي في اعتراض على الكره اللي عدت، هي في كلام، ادي المدير الفني بيقول الكره اوت، زعلان ومتضايق فرناندو بنديز. وادي الكره خارج الملعب. والنقطه الرابعه للنادي الاهلي، 4 الاهلي 2 سبورتنج. على الارسال احمد صلاح رقم 4، تشكيل النادي الاهلي احمد صلاح محمد عصران جرايت المحترف الامريكي حسام يوسف رقم 12 معد الفريق عبد الرحمن سعودي والمحترف ويندر اللي هو ليبرو الفريق. والارسال مع احمد صلاح بذراعه الايسر وبيلعب دفاع رقم 5 من فريق سبورتنج عبد الرحمن محمد، وبيحاول مره ثانيه والنادي الاهلي بيرجع الكوره، وادي حائط صد من عبد الرحمن سعودي وجرايت المحترف الامريكي بس جت في راسه وهو طالع اهو بيعتذر له. والنقطة الثالثة لنادي سبورتنج، 3 سبورتنج 4 النادي الأهلي. على الإرسال رقم 21 من نادي سبورتنج خالد محمد عبد الونيس بيلعب إرسال قوي، استقبال الأهلي إعداد وجرايت بيضرب الكرة من مركز 4 ولكن جت في حائط الصد، وحائط الصد الأهلاوي الثنائي حسام يوسف عبد الرحمن سعودي بيجيب النقطة الخامسة ويتقدم النادي الأهلي 5-3. أهو طالع بص، أدي حائط الصد الزاوية أهو، أدي بص أدي حائط الصد المظبوط، طالع بالزاوية والتكنيك الصح عشان يرجع الكرة إلى ملعب، وهو الهدف من حائط الصد إن أنا أرجع الكرة لملعب الخصم أو المنافس وأجيب منها نقطة. وأدي نقطة للنادي الأهلي ومحاولة مرة تانية من نادي سبورتنج عايز يقلل الفارق وخد نقطة
ضربه ساحقه اهي، طالع رقم 21، رقم واحد عبد الرحمن فوزي بيضرب. بسم الله ما شاء الله، يعني طوله حلو قوي. 4 سبورتنج، 5 النادي الاهلي. وعلى الارسال رقم 4 عمر صالح هيلعب ارسال من اعلى بذراعه الايسر، استقبال ويندر مره ثانيه وضربه ساحقه محمد عصران وخطا على نادي سبورتنج، والنقطه السادسه للنادي الاهلي. في خطا اهو بتاع شبكه، وهو اللاعب رقم 13 وهو نازل من حائط الصد جاب الشبكه بجنبه اليمين. 6 الاهلي، 5 سبورتنج. عبد الرحمن سعودي على الارسال، استقبال وضربه ساحقه كده يا ولد، يا عبه يا جميل، بيلعب الكره كده لا تصد ولا ترد اهو، استغل الفرصه وهي جايه. دايما استغلال الفرصه والكره جايه، ودايما حسن التوقع والنظر الدقيق اللي بيؤدي الى ان انت تجيب نقطه من الكره اللي جايه لك من ملعب المنافس. 7 الاهلي سبورتنج، 5 عبد الرحمن سعودي رقم 15 على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال عبد الرحمن نادي سبورتنج، ومره ثانيه نفس حائط الصد، حائط الصد. لا المره دي بقى عبد الحليم عبو وحسام يوسف، بدل ما كان عبد الرحمن سعودي وحسام يوسف، لا المره دي حسام يوسف وعبد الحليم عبو، نفس الحائط ونفس التكنيك ونفس الحركات ونفس الستايل ونفس الارتقاء، بيجيب نقطه للنادي الاهلي. 8 الاهلي، 5 سبورتنج. سعودي على الارسال، عبد الرحمن سعودي يلعب ارسال من اعلى مع الوزن خارج الملعب. يا عبد الرحمن هدي ايدك شويه، هدي السرعه شويه. 5 سبورتنج، 8 النادي الاهلي. دول لعيبه النادي الاهلي الاحتياطه، هو سيف عابد وعبد الله عبد السلام وبقيه اللعيبه في الملعب في الاحتياط. مره ثانيه احمد صلاح بيضرب الكوره، عبد الحليم عبو خطا منه لمس الشبكه وهو نازل، هو نازل عبد الحليم عبو فعلا، واضحه خالص اهي. بص هو طالع اهو، عبد الحليم نزل، هو بيقول ان هو ما لمسش الشبكه. ارسال من اعلى سبورتنج خارج الملعب. 7 سبورتنج، 9 الاهلي. والارسال ينتقل الى النادي الاهلي. حسام يوسف على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، حسام يوسف رقم 12. حسام هيلعب ارسال من اعلى، ارسال قوي بيجي في الشبكه وبيعدي اعداد من سبورتنج. حاول مره ثانيه، حائط صد يا ولد يا عصران، حائط صد طالع وضارب، لاعب شاب وان شاء الله يكون له مستقبل جميل. محمد عصران من لاعبي النادي الاهلي مركز 4 اهو، طالع وحائط صد فردي وبيجيب النقطه 10. 10 الاهلي، 7 سبورتنج. والارسال مع حسام يوسف مره ثانيه، ارسال من اعلى، استقبال ولعب الكره كده برجليه بس من تحت، وعدت من تحت الشبكه وتبقى نقطه على نادي سبورتنج، والنقطه 11 الاهلي، 11 7 سبورتنج. وصل الفارق الى 4 نقاط. حسام يوسف على الارسال، حسام يوسف معد النادي الاهلي رقم 12 هيلعب ارسال من اعلى، ارسال قويه بيجي في ايد لاعب رقم 1 عبد الرحمن فوزي وبترجع للملعب وتبقى نقطه للنادي الاهلي، النقطه 12 الاهلي 12 7 سبورتنج اهو. وطلب الكابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لنادي سبورتنج الوقت المستقطع لوادي النادي الاهلي، الجهاز الفني فرناندو بنتيز ومحمد السيد ومحمد الحسيني بيدوا التعليمات للعيبه اهو. والارسال مع النادي الاهلي، 12 الاهلي 7 سبورتنج، فارق 5 نقاط، بدانا نزيد فارق النقاط اهو. حسام يوسف ما زال على الارسال، لاعب متميز، لاعب معد، لاعب منتخب مصر. حسام هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن،
استقبال اعداد من رقم 13 وحائط صد بقى اروع ولا احسن. محمد عصران يا ولد يا عصران، ادي الفرحه بين لاعبي النادي الاهلي اهم بيحتفلوا بالنقطه اهو. حائط صد اهو طالع هو وعبد الحليم عبو، ونقطه للنادي الاهلي النقطه 13. حسام ما زال على الارسال، حسام يوسف ارسال من اعلى، استقبال وحش جدا ومحاوله للدفاع عن الملعب، وفعلا جاب الكوره. فرناندو بيلعب ضربه واعداد خلفي، ولكن احمد صلاح بيلعبها وحائط صد من رقم واحد عبد الرحمن فوزي كده لا تصد ولا ترد، ونقطه للنادي سبورتنج 8 سبورتنج 13 الاهلي. اهو الارسال طالع ارسال قوي، حائط صد قوي وضربه ساحقه قويه من احمد صلاح. على ارسال رقم 2 عبد الرحمن سعيد هيلعب ارسال من اعلى، استقبال من النادي الاهلي احمد صلاح. بص لعب رقم 21 من نادي سبورتنج محمد خالد عبد الونيس، ولعبها كده في مكان فاضي، ما لحقش يبر النادي الاهلي ويندر ان هو ينقذ الكره. اهو بص جري عليها ويندر رقم 11 من النادي الاهلي المحترف الكوبي يندر، وما لحقش الكره ونقطه لنادي سبورتنج. ارسال مره تانية كلاكيت تاني مره، نادي سبورتنج خارج الملعب ومشاور داخل الملعب، مراقب الخط مشاور، وفي الحكم التاني شاور ان هي خارج الملعب. نقطه للنادي الاهلي والارسال 14 النادي الاهلي 9 سبورتنج. على الارسال محمد عصران هيلعب الارسال، ارسال قوي عصران، استقبال اعداد من عبد الهادي وضربه ساحقه ومحاوله من من حسام يوسف لدفاع عن الملعب، وادي بيعدي جرايت بيعديها صوابع لانها ما جاتش كما يراد، كما يعني اللي هي يطلع ويضرب ضربه ساحقه قويه مضمونه، فلعبها بصوابع رجعت مره ثانيه من نادي سموحه اهي في الاخيره، وجت حائط صد من احمد صلاح، وعبد الحليم عبو بيجيب النقطه رقم 15. الاهلي 15 وعلى الارسال عصران 9 سبورتنج، ارسال قوي من عصران، محاوله مره ثانيه وبيلعبها كده المعد اللي هو رقم 13 عبد الهادي، بيحاول بيلعب الكره في خطا كرة محموله اهي من عبد الحليم عبو اهي بايديه الاثنين، واتحسبت خطا على النادي الاهلي. 16 الاهلي 9 سبورتنج، والارسال مع سبورتنج، استقبال من اعلى، استقبال حسام يوسف وبيرفع بيرفع لجرايت وبيجيب النقطه 17 للنادي الاهلي، والاهلي يتقدم 17 والفارق زاد اهو بقى 8 نقاط. كويس جدا الفارق دايما، برضو الشوط اللي فات كان وصل هذا الفارق الى هذا الحد نفس التوقيت. عبد الحليم عبو على الارسال، ارسال من اعلى عبد الحليم، ارسال من اعلى، استقبال كده وحش من ليبرو نادي سبورتنج نور الدين خالد، لا من ليبرو نادي سبورتنج اللي هو رقم 5 عبد الرحمن محمد السيد. عبد الحليم عبو على الارسال لاعب النادي الاهلي، والنتيجه 18 الاهلي 9 سبورتنج. على الارسال بيجي في الشبكه يا عبد الحليم، يا عبد الحليم ينتقل ارسال الى نادي سبورتنج 10 سبورتنج 18 الاهلي، رقم واحد على الارسال عبد الرحمن فوزي. كان في تغيير كده لنادي سبورتنج، ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله مره ثانيه، وجارت بيضرب الكره، وادي حائط صد وبيجي في الشبكه وتبقى نقطه للنادي الاهلي نقطه 19. 19 الاهلي 10 سبورتنج اهو،
كرة جت في الشبكة تبقى نقطة للنادي الأهلي. أحمد صلاح على الإرسال، كابتن أحمد صلاح هيلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد من رقم أربعة، محاولة من لاعب 14 اللي نزل وبتيجي الكرة في أرض ملعب سبورتينج. واضح إن لاعبي سبورتينج مش يعني الكرة أهو لعبها رقم 14، حاول هو كان المفروض يعديها عشان تبقى هي دي الكرة التالتة، ولكن هو ما لحقش يعديها، فنقطة للنادي الأهلي. 19 الأهلي، 10 سبورتينج، 20 الأهلي، 10 سبورتينج. أحمد صلاح على الإرسال بيلعب بذراعه الأيسر وخارج الملعب يا أبو صلاح. 11 سبورتينج، 10 20 الأهلي، 11 سبورتينج، 20 الأهلي. أهو في تغييرات هيعملها الكابتن فرناندو بنتيز. واحد وعشرين على الإرسال، محمد خالد عبد الونيس من نادي سبورتينج هيلعب إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي، إعداد حسام وأحمد صلاح يا ولد، حائط الصد تبقى خارج الملعب ونقطة لنادي الأهلي. النقطة 21، أحمد صلاح أهو طالع وضارب جت في الشبكة وخرجت الملعب من لاعبي نادي سبورتينج وتبقى نقطة. 21 الأهلي، 11 سبورتينج، وفي تغييرات هي تمت. دخل عبد الله عبد السلام، نزل هو وسيف عابد مكان أحمد صلاح وحسام يوسف. حائط صد قوي من محمد عصران والنقطة 22. 22 الأهلي، 11 نادي سبورتينج. أهو إعداد خلفي وحائط صد أهو، محمد عصران يا ولد يا عصران، شفت عمل ايده ازاي وجايه ازاي يعني بيفرح بالاداء الجيد. عصران يحتفل بطريقته بنقطه اللي حصل عليها، محاوله من رقم 14 ولكن بعيده خالص، والنقطه 23 للنادي الاهلي. 23 الاهلي، 11 سبورتنج. عبد الله عبد السلام اهو فتى الاسمر نزل الملعب هو وسيف عابد، وقت مستقطع الثاني طلبه الكابتن طارق الزفتاوي المدير الفني النادي سبورتينج، والنتيجة 23-11 للنادي الأهلي. آخر كورة هي رقم 14 اللي نزل محمد أحمد رفعت، ما لحقش الكورة يجيبها وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن الزفتاوي. بيقول له هوك الحكم الثاني، بيقول له ده الوقت المستقطع الثاني. جرايت على الارسال، المحترف الامريكي رقم 18، ثلاثة وعشرين الاهلي، 11 سبورتنج. جرايت على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال ولا نقطة مباشرة، ايس بيجيب النقطة. 24، 24 الاهلي، 11 سبورتنج، والارسال مع رايت الامريكي رقم 18 هيلعب الارسال نقطه، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. الشوط الثاني من مباراه الكره الطايره في الجوله السادسه بين فريقي الاهلي وسبورتنج في الجوله السادسه في الدوري الممتاز، في الدور الثاني الدوري الممتاز للكره الطايره الف ممتاز الف. محاوله مره ثانيه جرايت، وعبد الله بيعد وبيلعب الكوره كده عصران يا ولد يا ولد يا عصران، بيلعب الكوره كده يعني بفن بمعلمه وبيجيب النقطه 25. يبقى 25-11 الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي، والشوط الاول كان 25-12 لصالح النادي الاهلي، ولا ما اتحسبتش دي ولا ايه؟ دي 24 كده. هي جرايت على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال اعداد وداور بسحقه وحائط صد ومحاوله من لاعبي سبورتنج، ونقطه لنادي سبورتنج النقطه 12. 12 24، 12 سبورتنج، 24 رقم 17 نازل من نادي سبورتنج اللي هو محمود رفعت. تغيير لسبورتنج، أربعة على إرسال عمر صالح، عمر هيلعب إرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي خارج الملعب،
خارج الملعب والنقطة 25، وينتهي هذا الشوط 25-12. وادي جماهير النادي الاهلي بتحيي النادي الاهلي وبتحضر المباراة وتشجع جماهيرها. والشوط الثاني 25-12 وفاصل، ونعود لحضراتكم مرة تانية ما بين الشوط الثاني والثالث وتقدم النادي الاهلي. الشوط الاول 25-12 والشوط الثاني 25-12. مع حضراتكم في الشوط الثالث مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبورتينج في الجولة الستة في الدور الثاني لدوري الكرة الطائرة رجال الممتاز ألف. وانتهى الشوط الأول 25-12 لصالح الأهلي، والشوط الثاني 25-12. وكل التحية والتقدير للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة فرناندو بنتيز اللي عامل شغل جميل جدا مع لاعبي النادي الأهلي، وجاب اثنين محترفين اللي هو الأمريكي كرايت والكوبي المحترف يوندر. دول محترفين بيلعبوا، واحد ليبرو والتاني بيلعب في مركز اربعات مركز ثلاثات. والنادي الاهلي طبعا الجهاز الفني المعاون لفرناندو محمد السيد ومحمد حسين، دول كانوا لاعبان سابقان في النادي الاهلي. وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، احمد محمد اسامه اداري الفريق، أسامة أبو زينة وشادي فهيم محللان تقنيان، شريف محمد صلاح مدرب لياقة، إيهاب فخر الدين طبيب، آسر محمد كمال أخصائي علاج طبيعي، أسامة إبراهيم أخصائي تأهيل، محمد شهير الدين مدلك. وادي نزل الفريقين أرض الملعب. على إيدك اليسار فريق النادي الأهلي بزيه الأحمر، كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق نزل مكان حسام يوسف وأحمد صلاح، ونزل مع الشوط الثاني الشوط الثالث. ونزل كمان عبد الحليم عبو موجود من الشوط الاول والثاني، ومعاه محمد عصران رقم 9 ورقم 22 احمد عزب. الشوط الثاني خلص 25-13. وادي لعيب النادي الاهلي، وادي لعيب النادي سبورتنج على ايدك اليمين بزي الفانيلا الخضراء رقم 7 من لعيب سبورتنج شريف يوسف رؤوف، يوسف رؤوف 21 محمد خالد عبونيس، معد الفريق احمد صابر، ليبرو الفريق عبد الرحمن محمد، عمر صالح رقم 4، عبد الرحمن سعيد رقم 2، عبد الرحمن فوزي رقم 1، ورقم 17 محمود رفعت صابر. على ايدك، والارسال هيبقى مع النادي، هنشوف الارسال مع نادي سبورتنج. تعليمات اهي من الجهاز الفني، وهيخرج عبد الرحمن سعودي وينزل ويندر اللي هو المحترف الكوبي ليبرو الفريق. ويبقى قلنا تشكيل النادي الاهلي، هو خرج المحترف الامريكي ونزل طبعا زي ما احنا شايفين احمد عزب موجود، احمد صلاح موجود، عبد الله عبد السلام موجود، عبد الحليم عبو موجود، محمد عصران محترف الكوبي ويندر اللي هو ليبرو الفريق. والارسال مع نادي سبورتنج زي ما احنا قلنا. مع رقم 6 من نادي سبورتنج احمد صابر معد الفريق هيلعب الارسال. الاهلي طبعا سامعين كلنا تشجيع جماهير النادي الاهلي اللي بتشجع. وادي ضربه ساحقه الاولى من عبد الحليم عبو لاعب النادي الاهلي، وبيجيب النقطه الاولى للنادي الاهلي في الشوط الثالث. محاوله مره ثانيه من عبد الحليم عبو اهو، وبيجيب النقطه وفي الاعاده وشفناها. على الارسال عبد الحليم عبو رقم 3 هيلعب ارسال من اعلى، خبره طويل لان ما شاء الله يعني لاعب متميز. استقبال النادي سبورتنج ومحاولة وحائط صد من رقم 17 بيشوط وبيجيب نقطة التعادل من نادي سبورتنج. كلنا سامعين جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بتشارك وبتآزر وبتشجع فريق الكرة الطائرة للرجال بصالة الأمير عبدالله الفيصل.
ارسال من سبورتنج، استقبال اعداد، وعبد الله عبد السلام لاحمد صلاح بقى الثنائي كده المتالق دائما في المباريات الاهلاويه والدوليه، احمد صلاح وبيجيب النقطه رقم 2-2 الاهلي 1 سبورتنج. هي في الاعاده هنشوفها مره تانية، هي بتبقى حائط صد من لعيب النادي الاهلي احمد عزب وعبد الرحمن سعودي، وبترجع ملعب المنافس نادي سبورتنج وتجيب النقطه، تيجي النقطه الثانيه 2 الاهلي 1 سبورتنج. احمد صلاح على الارسال، بيلعب ارسال من اعلى، استقبال عبد الرحمن، اعداد مره تانية، محاوله كده من مش مظبوطه الكوره، وكوره جت مزدوجه او دبل من عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، وبيقول ان انا ما لمستش الكوره خالص، بيكلم الحكم الثاني اهو، بيعترض طبعا عبد الله، طبعا الاعتراف بيبقى باسلوب شيك ومؤدب يعني، مش بطريقه فجه يعني. هو اعداد عبد الله عبد السلام ومحاوله من احمد عزب، وبيلعب الكره بايدين اثنين، ومره ثانيه بيعدي فريق سبورتنج الكره مره ثانيه، احمد عزب الشرباجي بيلعب اهو الكره، والنقطه الثالثه للنادي الاهلي، 3 الاهلي 2 سبورتنج. الشوط الثالث، الشوط الاولاني خلص 25-12، الشوط الثاني 25-13، والشوط الثالث اللي احنا فيه والاهلي متقدم 3-2 على سبورتنج. مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي ونادي سبورتنج في الجوله السادسه بدور الثاني دوري الكره الطايره الممتاز الف بصاله الامير عبد الله الفيصل، وادي نقطه لنادي سبورتنج، نقطه التعادل 3-3 اهو، طالع وضارب واحمد صلاح ما لحقهاش، ارسال من نادي سبورتنج خارج الملعب، خارج الملعب ارسال قوي جدا، والنقطه 4 للنادي الاهلي، النقطه الرابعه عبد الرحمن سعودي على الارسال، رقم 15 بيلعب ارسال قوي، استقبال اعداد وضربه ساحقه من النادي الاهلي، محاوله من احمد صلاح ان ينقذ الكره، في اعتراض من لاعبي نادي سبورتنج، الحكم الاول قال قرار والحكم الثاني قال قرار اهو، الحكم الثاني رايح للحكم الاول، اهو محاولة، هي مفروض على النادي الاهلي اجين بول، حسبتها اجين بول، هي ما قدرتش تاخد القرار، وقرار الحكم الثاني ما خدتش بيه، فاجين بول، ارسال عبد الرحمن سعودي بيلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي سبورتنج، محاولة مرة ثانية وضربة ساحقة قوية، أول مرة يتقدم نادي سبورتنج 5-4. الإرسال مع نادي سبورتنج، على الإرسال رقم 7 شريف رؤوف بيلعب في مركز 4 أهو، شريف هيلعب، استقبال نادي الأهلي، إعداد عبد الله عبد السلام، محمد عصران وضرب ومحاولة مرة تانية وعصران مرة تانية، حائط صد من لاعبي نادي سبورتنج، رجع الكرة 3-4 مرات ورا بعض، واضح ان لاعبي سبورتنج قدروا يوقفوا الضربات الساحقة للنادي الاهلي، ولكن احنا لازم نخلي بالنا كويس من حوائط الصد. ارسال من اعلى سبورتنج، ونقطة مباشرة ستة سبورتنج 4 النادي الأهلي، الإرسال مع نادي سبورتنج
ارسال من اعلى استقبال ويندر، محاوله مره ثانيه مع حليم عبو، الدفاع عن الملعب ولكن الكوره كده مش كويسه. والنقطه السبعه سبورتنج أربعة الأهلي. يلا يلا نلعب نستقبل ونتعادل إن شاء الله خارج الملعب أهي. النقطة الخامسة للأهلي، خمسة الأهلي سبعة سبورتنج. وعلى الإرسال عبد الله عبد السلام، عبد الله هيلعب إرسال قوي، مش عايزين نطلعه بره يا عبد الله. واستقبال وإعداد مرة تانية ومحاولة نقطة لنادي سبورتنج في اعتراض من لاعبي النادي الأهلي. أهو عبد الله طالع، بص لعب الكورة ولعبها العصران ومحاولة مرة تانية. هي طبعا هو عصران وهو نازل جه على الشبكة وخبط في واحد من لاعبي سبورتنج. والنقطة الثامنة عبد الله عبد السلام، والنقطة للنادي الأهلي. النقطة السادسة وقلل الفارق الى نقطتين. اهو جماهير النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي تشجع فرقتها بقوه. ومحاوله مره ثانيه من عبد الحليم عبو، اهو بيجيب نقطه، النقطه السادسه. وعصران على الارسال، سته الاهلي ثمانيه سبورتنج، بتيجي في الشبكه ونقطه لسبورتنج. النقطه التاسعه الإرسال مع سبورتنج رقم ستة. أحمد صابر معد الفريق، استقبال النادي الأهلي، محاولة وخارج الملعب. المراقب بعد ما رفع بره رفع جوه، والحكم الأول خد على قرار المراقب. طبعا لعيب الاهلي في اعتراض على الكره دي. الارسال مع نادي سبورتنج والنتيجه تقدم سبورتنج 10 6 النادي الاهلي. استقبال عبد الله عبد السلام، يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا عازم، خارج الملعب 11 وقت مستقطع طلبه فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي لتصحيح الاخطاء. 11 سبورتنج 6 النادي الاهلي، جابت اهي الحكم والمراقب، جاب الحكم الاول جاب المراقب اهو، تعليمات من فرناندو معاه محمد السيد ومحمد الحسيني. انتهى الوقت المستقطع لطلب كابتن فرناندو انتيز المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي. اول مره طبعا سبورتنج يتقدم في هذا اللقاء 11 6، يعني خمس نقاط فارق. لازم نعدل ونشوف الاخطاء ايه ونبدا. هذه اول كوره، النقطه السابعه، سبعه الاهلي 11 سبورتنج. محاوله اهي من احمد صلاح ولعبها فوق حائط الصد، عايز يلعبها في منطقه فاضيه، وحاول عليها ليبرو نادي سبورتنج ولكن خارج الملعب عبد الرحمن محمد. ارسال من عبد الحليم عبو رقم ثلاثة، استقبال نادي سبورتنج، اعداد وعبد الله عبد السلام بيدافع عبد الحليم، وضربة ساحقة من احمد عزب الشرباجي، ومحاولة مرة ثانية لإعادة الأوراق إلى نصابها ونقطة لصالح سبورتنج. نقطة 12 ورجع الفارق تاني الى خمس نقاط اهي مع حضراتكم. وبعدين في الاعاده هي جت في ايد احمد عزب وجت بره
الملعب. 14 على الارسال من نادي سبورتنج محمد احمد رفعت. 12 سبورتنج 7 الاهلي خارج الملعب، يتكرر نفس الكوره اللي فاتت كده 8-12. وادي جماهير النادي الاهلي بتشجع لاعبي الاهلي، حاسه ان الفريق لازم يشجعوه عشان يتعادل، عشان يعدي وعشان يفوز بالشوط الثالث. هو فاز بالشوطين الاول والثاني 25-12 و25-13. وادي ارسال قوي من احمد صلاح، ومحاوله مره ثانيه لاعاده ترتيب الاوراق والوصول الى نقطه التعادل، ولكن النقطه 13. طبعا 13 سبورتنج 8 الاهلي، هي اعداد خلفي وضربه ساحقه من مركز 2 ما قدرش ينقذها لاعب النادي الاهلي. فارق 5 نقاط، 23 على الارسال من لاعبي نادي سبورتنج. محاوله مره ثانيه احمد عزب، يعدي الكوره احمد صلاح، عبد الله عبد السلام، وضرب خلفي من محمد عصران، ومحاوله مره ثانيه وضرب فوق حائط الصد، عبد الله بيرفع وضربه ساحقه يا ولد يا احمد يا عزب. احمد عزب بيلعب من مركز 4 وبيجيب النقطه 9. يلا كده الفارق 4 نقاط اهو. احمد عزب طالع وضارب كوره، وكوره قويه. الارسال مع النادي الاهلي احمد عزب. احمد عزب هيلعب الارسال من اعلى مع الوزن. 9 الاهلي 13 سبورتنج. استقبال اعداد مره تانية وحائط صد دفاع عن الملعب. عبد الله عبد السلام، وادي محمد عصرام بيلعب الكوره مره تانية، واعداد ومحاوله خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي النقطه العشر. 10 الاهلي 13 السبورتنج نادي سبورتنج. الفارق 3 نقاط. والارسال مع النادي الاهلي احمد عزب. هيلعب ارسال من اعلى. استقبال اعداد من سبورتنج، ومحاوله وضربه ساحقه قويه من تغيير اللي عمله الكابتن طارق الزفتاوي في الشوط الثالث، قدر يغير مجرى الشوط الثالث. أربعتاشر سبورتنج 10 الأهلي. الإرسال مع سبورتنج خارج الملعب مرة ثالثة، هو بيتكرر نفس الخطأ، 3 أخطاء ورا بعض من إرسالات ضيعة يجب نستغلها. عبد الرحمن سعودي رقم 15 الإرسال. عبد الحليم عبو تواجد هو مكان ويندر الكوبي اللي هو ليبرو الفريق، لما جه يطلع المنطقة الأمامية لازم يخرج ويخش الكروس بتاعه أو البديل. عبد الحليم عبو، عبد الرحمن سعودي بيلعب، استقبال وحش واعداد ومحاوله مره ثانيه، والمباراه سجال وحائط صد من النادي الاهلي ثلاثي، وبيجيب النقطه 11 نقطه 12. 12 الاهلي 14 سبورتنج، فارق نقطتين اهو اهو. حائط صد ثلاثي عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو، محمد عصران، 3 طالعين من مركز 2 وبيجيب النقطه 12. عبد الرحمن سعودي على الارسال 12 الاهلي 14 سبورتنج. يلا يا رجاله. ارسال من اعلى مع الوزن، سعودي استقبال من سبورتنج، محاوله مره ثانيه، وحائط صد من عبد الله عبد السلام، وتعدي الكوره كده سهله وايزي. ومره ثانيه عبد الله بيرفع وضربه ساحقه من محمد عصران، بيجيب النقطه 13 يا ولد يا عصران. من مركز 4 بيجيب النقطة 13 اهو. طالع امام حضراتكم في الاعادة وضالع وضارب وراكب الكرة من اعلى نقطة وجاب نقطة 13. 13 الاهلي 14 سبورتنج، نقطة واحدة فاصل. ووقت مستقطع طبعا، اكيد طلبوا الكابتن طارق الزفتاوي، شايف النادي الاهلي كان فارق 5 نقاط لصالح السبورتنج، بدأ النقطة وصل لنقطة واحدة، فطبعا هذا الوقت المستقطع عشان يعدل الأخطاء أمام حضراتكم أهو. والنادي الأهلي فرناندو بنتيز طبعا وصل لنقطة، فاضل فارق نقطة
وان شاء الله يتعدوا ويفوزوا بهذا الشوط وهذا اللقاء. الارسال مع عبد الرحمن سعودي رقم 15 13 الاهلي 14 سبورتنج ونقطه ونوصل للتعادل. استقبال واعداد مره تانية من نادي سبورتنج وضربه ساحقه وجوه الملعب ونقطه. وصل الفارق لنقطتين مره تانية لصالح سبورتنج 15 سبورتنج 13 الاهلي. اهو طالع وضارب من اعلى نقطه وعدت من محمد عصران وعبد الحليم عبد. نستقبل بقى الكرة دي نحاول ناخد نقطة ونتعادل. إرسال من أعلى استقبال إعداد عبد الله ضربة ساحقة بنقطة. نقطة أحمد عزب الشرباجي يا ولد، بس حسبتها تقريبا ضارب خلفي أهي، حسبتها ضارب خلفي الحكم مشيرة مفتاح، هتبقى نقطة لنادي سبورتنج. هيبقى سبورتنج 16 13. إرسال من نادي سبورتنج خارج الملعب رابع مرة يتكرر. إرسال كل ما يلعب لاعب إرسال من نادي سبورتنج بيبقى خارج الملعب. 14 الأهلي 16 سبورتنج. إرسال مع النادي الأهلي عبد الله عبد السلام بيلعب إرسال قوي. استقبال سبورتنج إعداد وضربة ساحقة ودفاع عن الملعب المرة دي. أحمد عزب طلع ودافع وأدي حائط صد خارج الملعب ونقطة النادي الأهلي 15. رجعنا للفارق نقطة مرة تانية. يلا عايزين نتعادل بقى يا أولاد يلا. أهو أدي النقطة أهي أمام حضراتكم. طالع عصران وبتيجي في حائط الصد وتبقى خارج الملعب. إيس نقطة إيس والنقطة 16 ويتعادل النادي الأهلي 16 16. نقطة مباشرة من إرسال بتبقى دي من الكرات القوية أو الإرسالات القوية اللي بيكون خبرة وفن وأداء وكل حاجة نقدر نقول عليها. استقبال مرة تانية ومحاولة وحائط صد ودفاع عن الملعب من عبد الحليم عبو. إعداد عبد الله ولعب الكرة كده وجاب منها النقطة 17 ويتقدم النادي الأهلي 17 16 ويبقى فارق نقطة فارق نقطة. أنا قلت لحضراتكم إن شاء الله يتعادل ويتقدم وفعلا أهو تعادل وتقدم وبقى فارق نقطة الأهلي 17 16 نادي سبورتنج. والإرسال مع عبد الله عبد السلام يا ولد يا عبد الله يا عبد الله. التعادل الكرة تيجي في الشبكة. الإرسال مع نادي سبورتنج رقم 19 على الإرسال خالد عادل هيلعب إرسال من أعلى. استقبال لويندر ومحاولة تانية من عبد الله ومحاولة والدفاع عن الملعب ونقطة. أحمد صلاح بيشد الشبكة كده بلاش يا أبو صلاح بلاش. يتقدم سبورتنج 18 اهو 18 17. الارسال مع سبورتنج رقم 19 على الارسال مره ثانيه. استقبال النادي الاهلي ويندر عبد الله عبد السلام محمد عصران يا ولد يا ولد يا عصران عصران الورقه الرابحه بتاعت النادي الاهلي بيجيب نقطه التعادل 18 18 اهو. عبد الله ودي عصران طالع يا جماعه بياخد ارتقاء عالي جدا وبياخد الخطوات بالملي. الارسال مع النادي الاهلي رقم 8 هو عبد الرحمن الحسيني نزل. ارسال من اعلى يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا اخويا سماع خارج الملعب ونقطه لنادي سبورتنج. صلاح بيشجع لعيبته. احنا لسه في الملعب ناخد الجيم ده عشان نخلص المباراه صح. احنا ارسال من اعلى استقبال اعداد عبد الله ضربه ساحقه يا ولد يا ولد يا احمد يا عزب. احمد عزب بيضرب من مركز اربعه وبيجيب نقطه التعادل. ويندر طلع اهو ونزل
البديل بتاعه اللي هو عبد الحليم عبو. والنقطة التعادل 19-19، وعلى الإرسال عبد الحليم عبو هيلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد ضربة ساحقة قوية، والنقطة 20 لسبورتي. الارسال مع نادي سبورتنج رقم 14 محمد احمد رفعت. هذه النتيجه امام حضراتكم 20-19 لصالح سبورتنج، فارق نقطه واحده. ومره ثانيه عبد الله، يا ولد يا عبد الله، خارج الملعب من عبد الرحمن سعود، النقطه 21. نخلي بالنا بقى النقاط القادمه هتبقى حساسه جدا. ارسال مع 14 محمد احمد رفعت، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله، احمد صلاح، احمد صلاح خارج الملعب يا احمد يا صلاح. النقطة 22-19، فارق ثلاث نقاط. فرناندو انتيز طلب وقت مستقطع، 22 لصالح سموحة، 19 للاهلي. والشوطين الاول والثاني صالح الاهلي 25-12 25-13، والفارق ثلاث نقاط في الشوط الثاني. كده خدهم الكابتن فرناندو، خد الاثنين وقت مستقطع بطول. الارسال مع نادي سبورتنج 22 سبورتنج، 19 الاهلي. ادي ارسال ضايع اهو، والنقطة 20، يبقى 20 الاهلي 22 سبورتنج. يلا بقى ناخد نقطتين ورا بعض ونتعادل. احمد صلاح بيلعب ارسال قوي، استقبال ومره ثانيه، وادي ضربه ساحقه ومحاوله مره ثانيه من حائط صد الاهلاوي. مفيش دفاع، مفيش تغطيه على حائط الصد يا جماعه، لازم يكون في تغطيه. 23 سبورتنج 20 الاهلي. في تغيير للنادي سبورتنج، هو واحد داخل اللي هو عبد الرحمن فوزي مكان رقم 11 اللي هو عبد العظيم محمد عبد العظيم. هذا عبد الرحمن فوزي هيلعب ارسال من اعلى، 23 سبورتنج 20 النادي الاهلي. المباراه الشوط الثالث سجال وقوي، ارسال ويجي في الشبكه، بيضيع الارسال برضه. يلا يا جماعه 21 كده الاهلي، 23 سبورتنج. هيعمل تغيير اهو، سيف حسن عابد نازل، وحسام يوسف مكان احمد صلاح ومكان عبد الله عبد السلام، ومحمد عصران مكان عبد الرحمن الحسين. رجع اللعيبه الثلاثه اللي طلعهم ونزلهم تاني. سيف عابد وخالد وحسام يوسف. محمد عصر ارسال من اعلى النادي الاهلي، ارسال قوي، استقبال مره ثانيه ومحاوله، خطا على النادي سبورتنج، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 22 بقى، اصبح فارق نقطه، فارق نقطه. التعادل بقى، وقت مستقطع للكابتن طارق الزفتاوي الثاني اعتقد، مدير الفني النادي سبورتنج. ارسال من اعلى، استقبال، محاولة اهو امام حضراتكم اهو، وطالع والكرة بتنزل، ولكن في خطأ طبعا من نادي سبورتنج في طريقة اداء الاستقبال والضرب. خد الاثنين اهو، بيشاور الحكم الثاني.
احمد عزب على ارساله بيرتقي. بقالنا كتير ما شفناش حد بيعد الخطوات عشان يظبط الاداء ويظبط الارسال ويكون ارسال قوي ويجيب التعادل بقى كده. استقبال اعداد ومحاوله مره ثانيه ودفاع عن الملعب، جت المره دي كويس. اهو 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 اوه 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 خارج الملعب يا جماعه، بعيده قوي بعيده قوي. 24 لي سبورتنج، 23 النادي الاهلي. الارسال، هل هينتهي هذا الشوط بفوز سبورتنج ولا الاهلي هيجيب التعادل؟ وادي نقطه للنادي الاهلي، النقطه 23 23 الاهلي 24 سبورتنج. يلا يا رجاله. وعلى ارسال عبد الرحمن سعودي، اهو طالع حسام يوسف ورافع لمحمد عصران. يا ولدي عصران، حائط صد مشروخ من لاعب سبورتنج، والنقطه 23 للنادي الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال حول مره ثانيه، وبيعدي الكوره خارج الملعب خارج الملعب خارج الملعب، ونقطه التعادل نقطه التعادل. 24 24 24 24 اهي 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 امام حضراتكم في الاعاده مره ثانيه. بص اهي، ما جاتش في حقيقة في ايد حد وخارج الملعب، مش تاتش. الارسال 24 24 عبد الرحمن سعودي هيلعب ارسال من اعلى، اهو ارسال قوي، استقبال محاوله مره ثانيه، ونقطه لنادي سبورتنج. الحائط الصد جت خارج الملعب. هنا بقى 25 سبورتنج 24، لازم طبعا يكون في فارق نقطتين على الاقل. حاسف سيف عابد وسيف حسن، وهو طالع كرة خرجت من ايده الى خارج الملعب، ونقطه 25 سبورتنج. اعداد ونقطه لنادي سبورتنج، و26 24 وينتهي الشوط الثالث لصالح سبورتنج 26 24، وراحه ما بين الشوطين بين الشوط الثالث والرابع، ونعود لحضراتكم مره اخرى. حضراتكم من قناه النادي الاهلي لنقل مباشره مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبورتنج في الجولة الستة في الدور الثاني للدرجة ممتاز ألف بصالة الأمير عبدالله الفيصل. في الشوط الرابع على يمينك هيبقى النادي الأهلي بزيه الأحمر، وعلى يسارك فريق نادي سبورتنج بزيه الأخضر. والشوط الأول خلص لصالح النادي الأهلي 25-12، الشوط الثاني خلص لصالح النادي الأهلي 25-13، والشوط الثالث 26-24 لصالح نادي سبورتنج. واحنا هنكون في الشوط الرابع مع حضراتكم ان شاء الله بالتوفيق والفوز لنادي فريق النادي الاهلي. وعلى ايدك اليمين فريق النادي الاهلي، امام حضراتكم الحكم الثاني بيراجع ارقام اللاعبين مراكزهم. والارسال مع النادي الاهلي، ادي تشكيل النادي الاهلي: عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، عبد الحليم عبو، محمد عصران، احمد عزب، والمحترف الكوري رقم 11 يوندر. والارسال هيكون مع النادي الاهلي، واحمد عزب على الارسال. ارسال من اعلى للنادي الاهلي، بداية الشوط الرابع، بالتوفيق في هذا اللقاء. ومحاولة مرة تانية ونقطة كده رايحة من أولها. سبورتنج واحد الأهلي لا شيء في الشوط الرابع. كابتن طارق الزفتاوي نجح في الشوط الثالث تشكيله اللي لعب بيه الشوط الثالث، انه يغير شكل المباراة ويفوز بالشوط الثالث. والارسال مع نادي سبورتنج، استقبال اعداد من النادي الاهلي، عبد الله عبد السلام وعصران. يا ولد يا عصران من مركز اربعه وبيجيب النقطه الاولى للنادي الاهلي. 1-1.
الارسال مع النادي الاهلي عبد الحليم عبو، رقم 3 على الارسال. عبد الحليم بيلعب ارسال من اعلى، استقبال نادي سبورتنج، اعداد ومحاوله وعدي الكره يا كابتن، وعدت فعلا وراحت ملعب سبورتنج مره ثانيه، وحائط صد قوي من النادي الاهلي مره ثانيه. يا جماعه نخلي بالنا، نخلي بالنا من الضربات الساحقه القويه لنادي سبورتنج. 2 سبورتنج 1 الاهلي. اهو بص طالع منين رقم 11 ده، ضرب ضربه ساحقه جت في ايد عصران، جت في عزب احمد عزب، وملحقش يدافع عن الملعب. 14 على الارسال من نادي سبورتنج، محمد احمد رفعت، استقبال النادي الاهلي، عصران، اعداد وضربه ساحقه سريعه من مركز 3 عبد الرحمن سعودي، لعب له سريع كده، ما تلعب سريع على طول يا عبد الله. اهو بص عبد الله لعب وضرب عبد الرحمن سعودي من مركز 3 وجاب نقطه التعادل 2-2. احمد صلاح على الارسال، يلا يا ابو صلاح، يلا يا عالمي. احمد صلاح بيلعب ارسال قوي، استقبال ومحاوله مره ثانيه. يا جماعه لازم نغطي على حائط الصد، وينظر او المحترف الكوري ينظر يبقى سريع على طول. بص يعني كان المفروض يبقى مغطي هو عشان يلحق الكوره، هو خطوه متاخر. 3 سبورتنج 2 النادي الاهلي، الارسال مع نادي سبورتنج، استقبال وبتيجي في الشبكه ونقطه التعادل للنادي الاهلي. يلا بقى نستغل الاخطاء ونستغل الفرص دي ونضرب ونخلي الفارق لصالحنا. نضرب ضربات ساحقه قويه من مركز 2، من مركز 3، من مركز 4، من خلفي، المهم ان احنا نضرب ونجيب ارسالات او نجيب نقاط متتاليه. اهو محاوله مره ثانيه من نادي سبورتنج، وبيعدي الكره. بص ادي برده التغطيه بتاعت احمد صلاح خلف حائط الصد. هو جت في ايده وما كملتش. والنقطه الرابعه لسبورتنج، 4 سبورتنج 3 النادي الاهلي، وارسال قوي، استقبال النادي الاهلي، عبد الله عبد السلام، وعبد الرحمن سعودي بيضرب فعلا سريع، وبتيجي في ايد لاعب رقم 14، وتبقى نقطه للنادي الاهلي، نقطه التعادل 4-4. اهي بص عبد الرحمن طالع، جت في ايد 14، كان المفروض حد ينقذ الكره، ولكن نقطه التعادل للنادي الاهلي 4-4. عبد الرحمن سعودي على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد مره ثانيه، ومحاوله وحائط صد قوي من عبد الحليم عبو. يلا يا شيخه بقى، تقدم النادي الاهلي 5-4. اهي طالع وايه يعني بيضرب ضربه ساحقه قويه عبد الرحمن سعودي بيلعب ارسال من اعلى، بيجي في لاعب وبيبقى خارج الملعب، لاعب 14 ده اكيد هيغيره الكابتن طارق الزفتاوي لان في اخطاء منه. 6 الاهلي 4 سبورتنج. بدا الاهلي بقى يصحصح ويلعب ويخلي باله من كل حاجه. على الارسال عبد الرحمن سعودي مره ثانيه، ارسال قوي كده يا سعودي، بيقول له هو بيشاور له عبد الله بن سلام، بيقول له العب مره ثانيه على نفس المكان ونفس الزمان. اهو حائط صد من احمد عزب وعبد الحليم عبو، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 7. اهو طالعين حائط صد اهو الاثنين مع بعض، وجت في ايد احمد عزب وبيجيب النقطه 7. 7 الاهلي 4 سبورتنج. في كلام ما بين الكابتن عبد الله عبد السلام كابتن النادي الاهلي وحكم اللقاء مشير مفتاح. الارسال مع النادي الاهلي، عبد الرحمن سعود هيلعب ارسال من اعلى، عبد الرحمن، استقبال، اعداد من سبورتنج، ومحاوله ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 8. فور باس للاعبي سبورتنج، 4 كرات، يبقى الكره خطا، تبقى نقطه للفريق النادي الاهلي. 8 الاهلي 4 سبورتنج، دبل سكور.
الارسال مع عبد الرحمن سعودي ما زال مستمر. يلعب ارسال من اعلى. استقبال. بتيجي ترجع لملعب نادي الاهلي وبيقابلها احمد عزب السرباجي وبيلعبها بايديه الاثنين كده دايركت على طول بيجيب منها النقطه التاسعه. احمد عزب بسم الله ما شاء الله عمال بيجيب نقاط اهي متتاليه، مره ضرب ساحق ومره من حائط الصد ومره من رد الكره من خلال فوق الشبكه وبيجيب النقطه التاسعه. تسعه الاهلي اربعه سبورتنج. وقت مستقطع طلبوا اكيد الكابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لنادي سبورتنج. وامام حضراتكم النادي الاهلي على ايدك اليمين بزيه الاحمر مع المدير الفني فرناندو بنتيز، المدير الفني الاسباني ومعاونيه محمد السيد ومحمد الحسيني وبقيه الجهاز. وانتهى الوقت المستقطع واللاعب الفريقين في ارض الملعب. والارسال مع النادي الاهلي. تسعه الاهلي اربعه سبورتنج. عبد الرحمن سعودي ما زال الارسال مستمر مع عبد الرحمن سعودي. هيلعب الارسال من اعلى مع الوزن. يا سلام كوره اجين بول، حسبتها اجين بول الحكم الاول ان هي كانت المفروض تتحسب نقطه اهو. هو لعبها وجت شايفين محمد عصران بيسخن نفسه في ارضيه الملعب عشان ما يبردش يعني. استقبال نادي سبورتنج. اعداد ومحاوله مره ثانيه وحائط صد من عبد الله عبد السلام وعبد الحليم عبو ومره ثانيه بيعدي الكوره. وادي ضربه ساحقه قويه من نادي سبورتنج. ما مشدش الشبكه يا عبد الله. الحركه دي ممكن تاخد عليها كارت. بص راح شادت الشبكه بعد ما الكره اتلعبت. خمسه سبورتنج 10 الاهلي. رقم سبعه على الارسال من نادي سبورتنج شريف رؤوف. هيلعب ارسال من اعلى. شريف بيلعب ارسال قوي وبيجي في الشبكه. ونقطة 11 للنادي الأهلي. الإرسال مع الأهلي. الأنتنة ممكن تتقطع لأن اتفكت من تحت. أحمد صلاح بيعملها. والإرسال مع عبد الله عبد السلام الفتى الأسمر الذهبي. اللي هو وأحمد صلاح اعتزلوا اللعب الدولي. إرسال مع عبد الله. استقبال نادي سبورتنج. ومره واحده كده عبد الحليم عبو بيستغل الكره جايه ومش هيلحقها حد من نادي سبورتنج ولعبها ده صد لا تصد ولا تراد ويجيب النقطه 12 من للاعبي النادي للنادي الاهلي. 12 الاهلي 5 سبورتنج. فرق الاهلي اهو 7 نقاط هذا الشوط ولحق نفسه. استقبال نادي سبورتنج وارسال من عبد الله. محاوله مره ثانيه ضربه ساحقه من الولد ده ولكن خارج الملعب. خارج الملعب والنقطة 13. أهو طالع بص طالع أهو ضارب خارج الملعب خارج الملعب. 12 الأهلي 5 سبورتنج والإرسال قوي من عبد الله عبد السلام مرة ثانية 14 لكن في تغطية من عبد الله الفتى الأسمر. مرة ثانية أحمد صلاح وبيعدي الكورة ومستمرة الكورة وخارج الملعب. نقطة تاتش جت في لاعب النادي الاهلي تبقى تاتش بلوك ونقطه للنادي الاهلي نقطه النادي سبورتنج اللي هي النقطه السادسه. 6 سبورتنج 13 الاهلي. الارسال مع نادي سبورتنج الشوط الرابع مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي وسبورتنج في الجوله السادسه الدور الثاني دوري الكره الطايره الممتاز الف رجال 14 الاهلي. وادي الكوره اهي الكرة الأخيرة دي 14 الأهلي 6 سبورتنج أهي في الإعادة باينة أهي. استقبال وإعداد وضربة ساحقة من محمد عصران يا ولد جت في إيد اللاعب 21 هو ما شافش الكرة راحة فين وقعت في أرض الملعب وتبقى نقطة للنادي الأهلي. أحمد عزب على الإرسال بيلعب إرسال قوي خارج الملعب يا أحمد. 7 14 دبل سكور لصالح النادي الأهلي.
كابتن طارق الزفتاوي رايح للي هيلعب ارسال، بيقول له العب مثلا غير الكوره، وعايز يلعب بيقول له العب في اماكن. ارسال مع نادي سبورتنج رقم 6 احمد صابر، بيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد مع عبد الله واحمد صلاح. يا ولد يا ابو صلاح، يا ولد يا جامد يا عالمي اهو ابو صلاح. اعداد خلف الدويتو بقى الثنائي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، والنقطه 15 الاهلي 7 سبورتنج. وعلى الارسال عبد الحليم عبو لاعبي سبورتنج بتاع طارق او كابتن فريق سبورتنج. عبد حليم عبو هيلعب ارسال من اعلى، عبو قوي واعداد مره ثانيه ومحاوله. نخلي بالنا يا اولاد من الولد ده رقم 14 بيشوط قوي. 8 سبورتنج 15 الاهلي. هو بص شايط رقم 14 اهو، وجت في حائط الصد وخرجت بره الملعب. على الارسال رقم 14 محمد احمد رفعت، و8 سبورتنج 14 الاهلي. ارسال من اعلى، استقبال احمد عزب، اعداد عبد الله هناك في مركز 4 وبيلعبها عصران كده يعني فوق حائط الصد، بيلعبها كده بمعلمه. هنخلي بالنا اهو، بص رايحه له الكوره وطالع ولعبها بايدين اتنين فوق حائط الصد اللي هو اطول منه رقم 12 او رقم 21. ارسال احمد صلاح و15 الاهلي 8 سبورتنج. احمد صلاح على الارسال العالمي، بيلعب زراعه الايسر وتيجي في الشبكه ويضيع الارسال. الارسال مع نادي سبورتنج رقم 23 محمد خالد عبوانيس، ونقطة للنادي الاهلي النقطة 16 احمد صلاح. يا ولد اهو بص طالع وضرب وجاب نقطة، نقطة 16. 16 الاهلي 9 سبورتنج. الارسال مرة تانية النادي الاهلي، محمد عصران رقم 9 على الارسال. ارسال من اعلى، استقبال خارج الملعب، والنقطة 17 والفارق 8 نقاط لصالح النادي الاهلي. هذا الشوط غير الشوط الثالث نهائيا. الارسال مرة تانية مع النادي الاهلي، عصران على الارسال، عصران محمد عصران بيلعب ارسال قوي، استقبال اعداد حول من رقم 17 من نادي سبورتنج. حسام يوسف اهو نزل كان عبد الله وبيحاول مره ثانيه، حسام ويندر بيلعب الكوره. يا ولد يا احمد يا عزب، احمد عزب بيضرب من مركز 4 وبيجيب نقطه كده، النقطه 18. اقترب النادي الاهلي من الفوز بالشوط الرابع، فاز هو في الشوط الاول 25-12، الشوط الثاني 25-13، الشوط الثالث 26-24 لصالح سبورتنج، الشوط الرابع في المباراه 18-9 دبل سكور. وقت مستقطع طلبه اكيد الكابتن طارق الزفتاوي المدير الفني لنادي سبورتنج، وهو امام حضراتكم الفريقين، كل مدير فني الكابتن فرناندو بنتيز المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي بيدي تعليماته هو ومعاونيه محمد السيد ومحمد الحسيني. الارسال مع محمد عصران رقم 9، يلعب ارسال من اعلى مع الوزن. يلا يا عصران، هو عصران هيلعب ارسال من اعلى، محمد عصران بيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال مره ثانيه ومحاوله
دفاع عن الملعب من ويندر يوندر الكوبي معلش المره دي برضو يعني ما لعبهاش صح ولعبها زاويه انها تنزل ارض الملعب. 10 سبورتنج 18 الاهلي والارسال مع رقم 17 محمود رفعت صادق هيلعب ارسال من اعلى تيجي في الشبكه ونقطه ضيعه محمود سبورتنج ياخدها نادي الاهلي 19 الاهلي 10 سبورتنج والارسال مع النادي الاهلي عبد الرحمن سعودي يلا يا سعودي عبد الرحمن سعودي هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن ادي جماهير النادي الاهلي تشجع فرقتها واستقبال وحش ونقطه تاتش بتبقى نقطه لصالح النادي الاهلي النقطه 20 الاهلي هذا شهر فبراير طبعا يذكرنا بشهداء بورسعيد شهداء النادي الاهلي المساعدين جماهير النادي الاهلي العظيمه الوفيه اللي بتروح في كل مكان وراء النادي الاهلي. ارسال ومحاوله من نادي سبورتنج خطا على لاعب نادي سبورتنج لعب الكوره مزدوجه والنتيجه 21 الاهلي 21 10 الارسال مع عبد الرحمن سعودي عبد الرحمن هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن اربع دقايق عبد الرحمن بيلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد مره ثانيه ومحاوله ما جوه الملعب دي جوه الملعب وفين وفي منطقه حساسه جدا جنب الخط اهو طالع رقم 7 يضرب جايه جنب الخط اللي هو شريف رؤوف في تغيير اهو طالع شريف ده اللي جاب النقطه نزل رقم 1 عبد الرحمن فوزي على الارسال يلعب ارسال من اعلى عبد الرحمن في استقبال من ويندر يوندر ومحاوله مره ثانيه من النادي الاهلي ودفاع ولكن خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه 22 الاهلي 11 نادي سبورتنج الشوط الرابع في مباراه الكره الطايره بين الاهلي والسبورتنج في الجوله السادسه الدور الثاني لدوري الممتاز الف رجال سيف حسن عابد بيلعب الكره اهو نزل مكان احمد صلاح ارسال مره ثانيه ومحاوله خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 23 ويتقدم الأهلي 23-11 سيف عابد على الإرسال سيف حسن إرسال من أعلى سيف مع الوزن يا سيف نعدي الإرسال لسه ما زال الملعب مالك ليه النهارده شكل عليا يا ريس مش عارفين نلعب موجود وهنلعب ارسال مع سبورتنج 12 سبورتنج 23 الاهلي استقبال النادي الاهلي ويندر مره ثانيه وضربه ساحقه من عبد الحليم عيب وبيجيب كده ضربه قويه من مركز ثلاثه وبيجيب النقطه 24 اهو بص طالع وضارب من حسام يوسف عدها له ولا احسن ولا اروع من كده. رايح احمد عزب على الارسال، احمد عزب الشرباجي. النتيجه تقدم النادي الاهلي 24-12 دبل سكور ونقطه وينتهي الشوط واللقاء لصالح النادي الاهلي. احمد عزب يلعب ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال قوي استقبال. اعداد من سبورتنج محاوله مره ثانيه والنقطه 25 وينتهي هذا الشوط 25-12 واللقاء 3-1 لصالح النادي الاهلي في مباراه الكره الطايره للنادي الاهلي تقدم في الشوط الاول 25-12 الشوط الثاني 25-13 الشوط الثالث 26-24 لصالح نادي سبورتنج
الشوط الرابع والاخير 25-12 لصالح النادي الاهلي، وطبعا بروتوكول ختام المباراه كله بيسلم على كله، وفي النهايه يعني كلنا بعد يعني بعد المباراه نكون اصدقاء واصحاب، هم كلهم مع بعض وبيضحكوا مع بعض. ومبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي سبورتنج، وبكل التوفيق للنادي الاهلي صعوده الى الترتيب من الاول حتى الثامن ان شاء الله. وهيبقى في اجتماع لمندوب الانديه قريبا لتحديد مواعيد انطلاق ترتيب المباريات من الاول للثامن. والف مبروك نادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في مباريات اخرى، مع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح، والى لقاء اخر.